الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحمد الله، هذا هو لقاؤنا 28 الذي سنكمل فيه شرح أحكام التجويد برواية الإمام حفص عن عاصم. طبعا ما زلنا نتابع مع أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا لهما أربعة أحكام هي الإظهار والإدغام، الإقلاب والإخفاء. تحدثنا عن الإظهار، قلنا له ستة حروف هي الحروف الحلقية، وكان في ضبط المصحف نجد أن النون الساكنة عليها رأس الحاء الصغير، أما التنوين يكون متراكبا. تحدثنا أيضا عن الإدغام، قلنا له ستة حروف مجموعة في كلمة يرملون، وفي ضبط المصحف كانت النون الساكنة مجردة من رأس الحاء الصغير، أما التنوين يكون متتابعا. تحدثنا أيضا عن الإقلاب، قلنا له حرف واحد هو الباء، أما في ضبط المصحف كانت النون الساكنة عليها ميم صغيرة. والتنوين كانت الحركة الثانية محذوفة ومبدلة بميم صغيرة. اليوم نتحدث عن الحكم الثاني وهو عن الحكم الأخير وهو الإخفاء، ونبدأ بعون الله تعالى. أولا، ما تعريف الإخفاء لغة؟ هو الستر، أن نخفي شيء عند شيء آخر. أما اصطلاحا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تذكرون عندما تحدثنا عن أحكام الميم الساكنة وشرحنا الإخفاء، وقلنا كيف أن الإخفاء يشبه الإظهار من ناحية أن الحرف الأول يبقى مستقلا بذاته لا يدخل في الثاني، وكيف أن الإخفاء يشبه الإدغام من ناحية أنا نفتح المخرج بارتفاعة واحدة عار عن التشديد، يعني الحرف الأول أبدا لم يدخل في الثاني مع بقاء الغنة في الحرف الأول، والغنة كانت تبقى في الحرف الأول ولا تدخل على الثاني أبدا، إنما الحرف كان يخفى عند الحرف الثاني ولا يدخل فيه أبدا، يعني لا يدغم أبدا. هذا الإخفاء، وسوف بعد قليل سوف نراه أيضا بالتفصيل. الآن، ما هي حروف الإخفاء في النون الساكنة؟ هي عدا حروف الإظهار والإدغام والإقلاب، الإظهار كان لدي ست حروف والإدغام ستة، الإقلاب واحد، أصبح لدي 13 حرفا أحذفها من أصل 28 حرفا، فيبقى لدي 15 حرفا هي حروف الإخفاء. إذن لحروف الإخفاء 15 حرفا عدا حروف الإظهار والإدغام والإقلاب. هذه الحروف نوعا ما يعني كثيرة، أحيانا نجد صعوبة عند حفظها، لكن لسهولة حفظها هي موجودة في هذا البيت الجميل، هذه الملونة باللون الأحمر. هذا البيت بداية كل كلمة منه هو حرف من حروف الإخفاء، لاحظوا، وهو صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. كل كلمة أول حرف منها هو أحد حروف الإخفاء، إن أحببتم حفظ هذا البيت. الآن بعد أن علمنا الإخفاء وحروفه، الآن إذا جاءتني نون ساكنة أو تنوين وبعده أحد هذه الحروف، فإنني سأخفي النون والتنوين عند هذه الحروف. لكن يا ترى ما هي آلية الإخفاء؟ ماذا علي أن أفعل عندما أريد أن أخفي النون والتنوين عند هذه الحروف؟ قبل أن أبدأ بعرض أمثلة عن هذه الحروف كلها، أريد أن أطبق مثال واحد وأشرح فيه آلية الإخفاء، وبعدها نطبق الآلية على باقي الأمثلة. آلية الإخفاء، لدينا هذا المثال من تراب، لدينا نون ساكنة وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء. لو قرأت بالإظهار من تراب نجد الثقل في النطق بسبب أن المخارج قريبة، لذلك كانت العرب تخفي النون عند التاء. كما قل صوت الغنة يبقى في الحرف الأول، يعني صوت الغنة النون تبقى في النون، التاء ليست مشددة لأن النون لم تدخل فيها. كل هذا شرحناه قبل قليل، والآن نعود ونشرحه. هذا الإخفاء،
الآن عندما أريد أن أقوم بعملية الإخفاء ماذا أفعل؟ أولا أريد أن أقول أن عملي يتطلب مني التركيز عند الإخفاء بثلاث حروف: النون الساكنة طبعا، والحرف الذي قبلها، والحرف الذي بعدها. هذه الحروف الثلاثة التي سوف أعمل وأحتاجها عند آلية الإخفاء. نبدأ الآن بالآلية. أولا، تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون. ما هو الحرف الآتي بعد النون؟ هو التاء. من تراب. أنا من، لو قرأت بالإظهار هذا مخرج النون. طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، وأظن أننا جميعا حفظناه من كثر ما تحدثنا عنه. إذن من هذا بالإظهار، هذا مخرج النون، لكن قالوا لي تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون. إذن سأترك الجزء اللساني من النون وأجهزه على مخرج الحرف التالي وهو التاء. إذن سأنتقل من الميم المكسورة إلى التاء مباشرة، لن أقرع مخرج النون الجزء اللساني. مخرج التاء ما هو؟ طرف اللسان مع منبت الثنايا العليا. طبعا التاء شديدة ينقطع الصوت فيها، لكن نحن الآن لم يطلب مني أن أقرع مخرج التاء، لم يقولوا لي اقرعي مخرج التاء، إنما قالوا تهيئة الفم عند المخرج. إذن أنا لن أكون بهذه الوضعية، إنما سأكون بعيدة قليلا. لاحظوا كيف هذا مخرج التاء، لكن الآن أنا طرف اللسان بعيد قليلا عن المنبت. هذا معنى تهيئة الفم. أنا أذهب إلى مخرج الحرف الذي بعد النون لكن دون إلساق، لا أقرع المخرج أبدا ولا ألصقه، سأترك فراغ قليل جدا بين طرف اللسان والمخرج بهذه الطريقة. هذا معنى تهيئة الفم. تركنا الجزء اللساني من النون وذهب وتوضع عند المخرج لكنه لم يقرعه أبدا، مخرج الحرف الذي بعد النون. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، يصاحب ذلك غنة كاملة من الخيشوم. عند انتقالي من الميم المكسورة إلى التاء والتهيئة، أنا هنا أقرأ أو أنطق غنة النون. الغنة ستكون موجودة، نحن فقط ألغينا الجزء اللساني لكن غنة النون موجودة. سأقول منتو. لاحظوا لم أقول من وألمس النون، ولم أقول مت وأقرع التاء أبدا. أنا ذهبت إلى التاء لكنني بعيدة عن التاء، لم أقرع مخرج التاء أبدا. التاء، صوت التاء جاء عندما قرعت، يعني عندما انتهى زمن الغنة الكاملة. منتو، هنا انتهت الغنة، قرعت مخرج التاء. أنا دائما أشبه حقيقة أن الإخفاء يشبه مثلا مثل الأسد عندما يبدأ يتهيأ ويتجهز لينقض على الفريسة، يراقب من هنا ومن هنا، وعندما يجد الوقت المناسب فإنه ينقض على الفريسة. نحن هنا في الإخفاء لا نقرع مخرج الحرف الآتي بعد النون، نحن فقط نقف عنده، وعندما ينتهي زمن الغنة الكاملة نقرع المخرج، عندها يصدر صوت الحرف هذا الذي سيكون بعد النون الساكنة. هذه المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة وهي الأخيرة، يصاحبه صويت من الفم لعدم انغلاق المخرج. نحن هنا المخرج لم ينغلق، لذلك سيمر منه صوت قليل جدا، لكن الصوت الأكبر هو صوت الغنة، يعني صوت الغنة سيكون غالب على الصوت الذي سوف يمر من الفم، لأن المخرج ليس مفتوح كثيرا، لاحظوا أنه قليل جدا، لذلك سيمر جزء من الصوت. منتو، منتو راب، بهذا الشكل. إذن هذه آلية الإخفاء عند كل حرف. أرى أين الحرف مخرجه، أذهب إليه. طبعا ليست كل حروف الإخفاء تخرج من طرف اللسان، هناك حروف تخرج من أقصى اللسان، لذلك ننتبه.
أننا سنذهب إلى مخرج الحرف الذي بعد النون. هذه هي آلية الإخفاء التي سوف نعتمدها الآن عندما نطبق الأمثلة. سأنتقل إلى ملاحظة ثانية قبل أن نبدأ بالأمثلة. ملاحظة: يكون صوت الغنة مرققا إذا جاء بعده حرف مرقق، ويكون صوت الغنة مفخم إذا جاء بعده حرف مفخم. تذكرون عندما تحدثنا عن الصفات وقلنا صفة الاستعلاء عكسها الاستيفاء. في الاستعلاء كان يتجه الصوت لقبة الحنك الأعلى، نتيجة هذا الاستعلاء الحرف يتفخم، وكانت هناك حروف مستفلة ينحدر الصوت فيها إلى الأسفل، ونتيجة هذا الانحدار الحرف كان يترقب. الآن الحروف 15 حرفا هذه إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعد النون أو التنوين حرف مفخم، فيجب أن يكون صوت الغنة مفخم. وإن كان الحرف الذي بعد النون الساكنة حرف مرقق، يجب أن يكون صوت الغنة مرقق. إذن الغنة سوف تتأثر بالحرف الذي بعدها، إن كان مرقق ترقق، وإن كان مفخم تفخم. لنفرز الحروف من هذه الناحية. أي الحروف هذه هي حروف مرققة، يعني هي حروف مستفلة مرققة. هي الذال، الثاء، الكاف. لاحظوا أن كل الحروف التي سوف تأتي الآن إلى هذه لهذا الطرف هي كلها حروف مستفلة، ينحدر الصوت فيها إلى الأسفل، ونتيجة هذا الانحدار فهي حروف مرققة. لذلك الغنة ستكون مرققة لأنها ستتأثر بصوت هذه الحروف. بقي لدي 5 حروف. هذه الحروف لاحظوا أن الحروف المفخمة، يعني الحروف التي يتجه صوتها إلى الأعلى وينتج التفخيم. الآن غنة النون سوف تتأثر بهذه الحروف وتصبح مفخمة إن جاءت قبل هذه الحروف. إذن إن كانت الحروف مستفلة وقبلها النون الساكنة تتأثر وتكون الغنة مرققة، وإن كان صوت الحروف مفخم فإن الغنة ستكون مفخمة. وعلى هذا الأساس الآن نطبق الأمثلة ونتبع هذه الملاحظة جيدا. تعرفنا على الآلية، والآن نهتم بهذه الملاحظة أيضا ونبدأ مع الأمثلة. أولا مع حرف الصاد لدينا ينصرون، نون ساكنة بعدها الصاد. الآن علي أن أنتقل من الياء إلى الصاد مباشرة، هذا مخرج النون. ماذا سأفعل؟ سأترك الجزء اللساني وأتوضع وين؟ عند مخرج الصاد الذي هو منتهى طرف اللسان أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، لكن ليس بهذه الوضعية. طبعا هذا مخرج الصاد، أنا لن أقرع أبدا مخرج الصاد، سأكون بعيدة قليلا كما رأيناه قبل قليل في التاء. أبعد قليلا عن المخرج ولا أنطق الصاد إلا بعد أن ينتهي زمن الغنة الكاملة. سأنتقل الآن ينصرون، لاحظوا أن صوت الغنة مفخم لأن الصاد مفخمة أيضا تأثرت به. أيضا صوت الذي سيمر من الفم قليل، لكن الصوت الأقوى سيكون من الخيشوم. هذه الآلية، زمن الغنة كاملة كما قلنا. أيضا التنوين، ريحا صرصرا. طبعا بالنسبة لأمثلة التنوين سأختصرها حتى المقطع لا يكون طويل عليكم، لكن نفس التطبيق سيكون في النون الساكنة. مثال الذال، منذر. الآن بعد النون الساكنة ذال، والذال من الحروف المستفلة، إذا الغنة ستكون مرققة. سأنتقل من الميم إلى الذال. الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، لن ألمس أطراف الثنايا العليا، لكن سيكون هناك فراغ قليل بينها وبين طرف اللسان. منذ، عندما انتهيت أنا من زمن الغنة الكاملة قلت ذي، قرعت المخرج، لكن قبله أنا أقف فقط واقفة عند المخرج، لم أقرعه أبدا.
يوم ذي، نفس الكلام يوم ذي، مباشرة انتقلت من الميم المكسورة إلى الذال. الثاء، أيضا الثاء مستفلة، الغنة ترقق، الثاء أطراف الثنايا العليا أيضا. فمن ثقلت، أنتقل من الميم المفتوحة إلى الثاء، إلى الثاء عفوا، والنون غنتها مرافقة. ظلمات ثلاث، الكاف الآن ولا تكن كصاحبي، النون الساكنة بعدها الكاف. هنا ملاحظة مهمة، أننا عندما نريد أن ننطق بحرف الكاف المخرج سينغلق تماما، إذن هنا لن يمر الصوت من الفم، لأن المخرج أغلق، الصوت لن يمر لأن المخرج منغلق تماما. ماذا سيحدث؟ الصوت كله سيمر من الخيشوم. كل حروف الإخفاء سنجدها أن الفم سيمر منه صوت قليل، لكن الكاف الآن وجدناها لن يمر صوت من الفم لأن المخرج مغلق تماما، إنما الصوت كله من الخيشوم. والكاف من الحروف المستفلة، ولا تكن ك، يعني الغنة ستكون مرققة. أيضا مثال التنوين، ورزق كريم، نفس الآلية. مثال الجيم، أنجينا، هذا إظهار، الجيم من وسط اللسان، إذن سأنتقل من الهمزة إلى الجيم، وغنى ترافق، أنجينا، غنى مرققة لأن الجيم من الحروف المستفلة. صبرا جميلا، بهذه هناك ملاحظة أريد أن أقولها، عندما تكون كلمة بدايتها همزة تقريبا أكثر من باقي الحروف، أننا أحيانا ما نسمع أننا نبدأ الإخفاء من الهمزة، أن أن أن، بهذه الطريقة أ، الهمزة ليس علاقة لها بالإخفاء، إنما فقط أنا قلت عنها فقط كي أنتقل منها إلى الجيم، الحرف الذي بعد النون، لكن لا نجعل الهمزة تدخل في غنة النون. أن أنجينا، أ صوتها مستقل عن النون. أيضا مثال لحرف الشين، وأنشأنا، الشين من الحروف المستفلة، أيضا ننتقل من الهمزة إلى الشين وغنة مرافقة. وأنشأنا شيء شهيد، ننتقل من الهمزة المكسورة إلى الشين، ونهيئ وغنى مرافقة، وكل هذه الأمور. القاف، ينقذون، أيضا لو أخفينا ننتقل من الياء المضمومة إلى القاف، أيضا القاف الحديث عنها كالكاف، القاف سينغلق المخرج تماما أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، والصوت لن يمر أي جزء منه من الفم، إنما كله سيمر من الخيشوم. إذن لاحظنا في الكاف والقاف لن يمر صوت من الفم أبدا، إنما الصوت كله من الخيشوم، أما باقي الحروف فهناك جزء من الصوت يمر من الفم، ونقول ينقذون. لاحظوا أن الغنة مفخمة لأن الحرف القاف مفخم تأثرت به. عذابا قريبا، مثال للسين، السين مستفلة، نذهب من الثاء إلى السين مباشرة دون قرع المخرج، وغنى مرافقة كاملة. تنسون، خمسة سادسهم، أيضا الدال من الميم المكسورة إلى الدال مع غنى مرافقة، ولا أقرأ مخرج الدال، منبت الثنايا العليا، أنا بعيدة قليلا. من دو، عندما قلت دو هنا صدر صوت الدال. وكأسا دهاقا، الطاء مفخمة، إذن صوت الغنة الآن سيكون مفخم بسبب الطاء تأثرت به. من طغى، بلدة طيبة، أيضا
الحرف الزاي. الزاي أيضا مستفلة، إذا غنى مرققة من الهمزة إلى الزاي. وأنزلنا، التنوين نفس الكلام. الفاء، الأنفال. الفاء أطراف الثنايا العليا مع بعضها الشفة السفلى. طبعا لن نلمس المخرج بهذه، هذا مخرج الفاء، لكننا لن نقرعه أبدا، إنما سيكون هناك فراغ قليل جدا، سيمر منه صوت قليل، الغنة سترافق التهيئة، ونقول الأنفال. الصوت الأقوى هو من الغنة، لكن من الفم يمر الصويت قليل. أيضا نفس الكلام للتنوين، نأخذ مثال التاء من تراب، قبل قليل تحدثنا عنه وشرحناه أيضا. حلية تلبسونها، التهيئة على التاء، غنى أكمل ما غنى كاملة عفوا، ونقرع المخرج التاء بعد أن ننتهي من الغنى. الضاد من الحروف المفخمة، إذا غنى مفخمة الآن. من الميم إلى الضاد، منضود، أيضا التنوين ذاته. الظاء أيضا ظاء مفخمة، غنى مفخمة. من ظلم، لا ألمس أطراف الثنايا العليا، إنما أتهيأ. ظ هنا قرأت مخرج الظ. أيضا التنوين، طبعا اختصرت هنا لحتى لا يطول عليكم المقطع. هذه أمثلة تحدثنا فيها عن آلية الإخفاء، وكيف أن النون غنتها ستتأثر بالحرف الذي بعدها ترقيقا وتفخيما. زمن الغنة فيها كما قلت فإنها كاملة. الآن بالنسبة للإخفاء، بعد أن تعرفنا عليه وكيف آليته وماذا سوف يحدث عند الآلية، هناك بالنسبة للإخفاء حالات. كيف يعني حالات؟ هذه حروف الإخفاء. حالات الإخفاء، للإخفاء ثلاث حالات، من ناحية ماذا يا ترى؟ الحالة الأولى أن يكون الإخفاء أقرب إلى الإدغام. نحن ماذا نعني بالإدغام كما مر معنا سابقا؟ أن المخارج ستكون قريبة فندغم حرف بقلب حرف آخر، والسبب هو قرب المخارج. السبب هو قرب المخارج، هذه الحالة الأولى. هنا في الإخفاء هناك حروف ستمر معنا الآن، سنراها أنها قريبة إلى الإدغام، وهي الطاء، الدال، التاء. لاحظوا لو حاولنا النطق ونقول أن أد أن أت أن أط، لاحظوا أن النون مخرجها قريب من هذه الحروف لكننا لا ندغم. نحن قلنا أن الإدغام سببه قرب المخارج. حالات الإخفاء، الحالة الأولى منه أن هذه الحروف الثلاثة فيها مخارجها قريبة جدا من النون، تكون أقرب إلى الإدغام ولكننا لا ندغم، أبدا لا ندغم. الحالة الثالثة تكون أقرب إلى الإظهار، ونحن في الإظهار لماذا ننطق بالإظهار كما قلنا؟ السبب هو بعد المخارج، بسبب بعد المخارج فإننا نقرأ بالإظهار. أيضا هناك حروف هي القاف والكاف، الحالة فيها أنها قريبة إلى الإظهار، السبب أن النون من طرف اللسان، لكن القاف والكاف من أقصى اللسان، وهناك مخارج تفصل بينها، إذن بعيدة، لماذا لم نقرأها بالإظهار؟ هكذا قرأت، ونحن الآن نقرأها كما قرأت، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة الأولى كانت قريبة إلى الإدغام بالطاء والدال والتاء، الآن الحالة الثالثة قريبة إلى الإظهار، لأن المخارج قريبة بعيدة في القاف والكاف عن مخرج النون، لكن أيضا نقرأها بالإخفاء. أما الحالة الثانية وهي المتوسطة، وهي باقي الحروف، هذه يكون الإخفاء فيها وسطا، لا هذه الحروف مخارجها قريبة إلى مخرج النون مثل الحالة الأولى، ولا هي بعيدة
كثيرا مثل الحالة الثالثة، إنما هي حروف مخرجها متوسط قريب، لا قريب كثيرا من النون ولا بعيد عن مخرج النون. إذن ما حالات الإخفاء؟ حالة أولى أقرب إلى الإدغام بسبب قرب المخارج، والحالة الثالثة هي أقرب إلى الإظهار في القاف والكاف بسبب أن المخارج بعيدة، والحروف البقية هي الحالة المتوسطة لأن المخارج فيها ليست قريبة ولا بعيدة عن مخرج النون الساكنة. هكذا نكون قد انتهينا من الإخفاء وشرحه، لكن سنقوم كالعادة بخلاصة. الإخفاء: إذا جاءتني نون ساكنة أو التنوين وبعده أحد حروف الإخفاء 15 هذه، فإننا سنخفي النون أو التنوين عند هذه الحروف، وكما رأينا قبل قليل نهيئ هنا مرافقة صويت قليل يمر من الفم، لكن في الكاف والقاف لم يمر صوت من الفم. هذا ما تحدثنا عنه. في ضبط المصحف سنجد أن النون الساكنة خالية، ليس عليها رأس الحاء الصغير أبدا، والتنوين سنراه أيضا متتابعا. لو حاولنا أن ندقق سنرى أن الضبط هو ذاته ضبط الإدغام الناقص. في الإدغام الناقص هكذا كان: نون ساكنة مجردة وتنوين متتابع. إذن ننتبه ألا نخلط، طبعا وهذا مستحيل أن نخلط لأن الحروف تفترق طبعا، لكن أنا أحببت أبقط أن ننوه أن ضبط المصحف في الإدغام الناقص وفي الإخفاء ذاته من تراب. لاحظوا أن النون الساكنة مجردة والتاء ليست مشددة أيضا، ومن يفعل هذا إدغام ناقص، النون مجردة والياء ليست مشددة، هذا الضبط ذاته، لكن طبعا الحروف تفترق، حتى الآلية في الإدغام والنطق وفي الإخفاء تفترق، لكن أقول أنا عن الرسم هنا في الضبط. أيضا بالنسبة للتنوين: شيء شهيد، التنوين متتابع الحركات أيضا، والحرف الذي بعده ليس مشددا أيضا. لقوم يوقنون، نلاحظ أن التنوين هو ذاته متتابع والحرف الذي بعده ليس مشدد. إذن الضبط بالنسبة للإخفاء والإدغام الناقص هو ذاته، لكن طبعا الحرف الثاني يفرق، هناك حروف الإدغام وهنا حروف الإخفاء، لكن هذه هي فقط ملاحظة صغيرة ولفت نظر إليها، أن ضبط المصحف في الإخفاء يشبه ضبط المصحف للإدغام الناقص. هكذا نكون قد انتهينا. أتمنى أن يكون الدرس واضح بعون الله تعالى، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.